حياكم جديد مشاهدي الكرام، وتحية أيضا لكل من يتابعنا لكل من يشاهدنا. نحن نحاول قدر الإمكان ننوع كذا قهوتنا بنكهات مختلفة ومتنوعة. هذه المرة سنتحدث أيضا عن العطاءات الشبابية، عن الجهود اللي يبذلها مختلف شبابنا في مختلف المجالات، لا سيما نتكلم عن الأعمال التطوعية مثلا، أو تحديدا الآن نتكلم عن برنامج جدا جميل ورائع اسمه برنامج مبكرون. تفاصيل هذا البرنامج الشائق والماتع نتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال وجود أخونا أحمد بن سيف العيسائي رئيس الفريق. حياك الله يا أحمد، وسعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج. حياكم الله وأنا سعيد طبعا. حياك الله معنا. يعني في البداية نتكلم أكثر عن هذا البرنامج، برنامج مبكرون. إيش نقصد بهذا البرنامج؟ أنا شد انتباهي صراحة سمعت الاسم خاطئ، يعني فضول أن أعرف تفاصيل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. دائما لما نبدأ أي برنامج، ودائما لما يكون عندنا أي أفكار إبداعية، نرجع للمعلم الأول، معلمنا الأول محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا. استمدينا فكرة البرنامج من الحديث النبوي، بورك لأمتي في بكورها. بحثنا، تعمقنا فيه بحكم التخصص، بحكم الفريق اللي موجود معنا. اكتشفنا أنه فيه هنالك وقت مهدور جدا، يعني يعادل وقت اليوم كامل، وهو وقت قصير جدا، ساعة اللي هي بين صلاة الفجر وفترة الدوامات. حبينا نستغلها كذا أنه نوصل رسالة من خلاله، أنه هذا الوقت وقت مبارك، وقت أنه يعطي الناس تجديد في الفكر، في الإبداع، يجدد طاقات دائما، أنه الواحد يبدي يومه كذا بنشاط جميل. يعني لسيما أنه في ننطلق يعني فترة الصباح الباكر للمؤسسات التعليمية، كل واحد يخدم وطنه في مجاله. يعني اللي يبحث عن العلم، واللي موظف في مؤسسة خاصة وأيضا حكومية، والآن من خلال كلامك ومن خلال أيضا هذا الفريق استشفيت وعرفت وفهمت لماذا سألتني حوراء في بداية البرنامج هل هناك عادة معينة صباحية تمارسها في عندما تنهض أو حاجة. فالحين فهمت أنه الفريق ربما رسالته بنفس ذات المعنى اللي حاولت أيضا حوراء توصله، أن الواحد فعلا أنه يعني يعيش لحظات جدا ماتعة وجميلة في فترة الصباح. إيش أبرز الرسائل اللي حابين توجهوها أيضا؟ إيش تعملوا بالضبط؟ في فعاليات، في مناشد، في برامج تقدموها؟ طبعا هي البداية، كانت بدايتنا في برنامج مبكرون. مثل ما ذكرت أنه العادة الصباحية اللي تبدأ دائما سيف، أنه نبدأ يومنا بكسل، يعني نرجع نصلي الفجر، نوم لين وقت الدوام، وقت الدوام على طول. فحبينا نعيش تجربة، مع أنه على فكرة في أشخاص مستحيل ينام خلاص، طبعا ينهضوا يصلوا الفجر وهي وحدة عاد. صحيح، وهذا اللي على فكرة حصلناهم في موقع البرنامج، والأغلب كانوا كبار في السن ودخلوا على طول معانا كذا عرض في البرنامج شاركونا. فكانت رؤية البرنامج أنه نعرض هذه التجربة نعيشها إحنا والمشاركين، كذلك اللي حابين يعني اللي يتابعونا من خلال حساباتنا، أنه يعني نشوف هذا الوقت كم هو وقت ثمين ممكن أنه نستغله ونستثمره كثير. طبعا فكرة البرنامج جات على أساس أنه تقسيم لمدة ساعة واحدة، كيف أنه ممكن خلال هذه الساعة نسوي أكثر من نشاط. فمعنا مثلا كان متفاوت بين النشاط الرياضي، بين النشاط الثقافي، حبينا نركز على كل جوانب الشخصية، الجانب العقلي، الجانب الجسمي، كذلك أنه نبدأ يومنا بحضور ملهمين، ناس ناجحين من المجتمع، رواد أعمال. وكان أكثر شيء تركيزنا على رواد الأعمال صراحة، على أساس أنه نوصل رسالة للشباب المشاركين. طبعا إحنا نخدم فئة الشباب أكثر يعني، فحبينا نوصلهم رسالة صباحية إلهامية، أنه مهما كانت المعوقات موجودة ومهما كانت التحديات، في كل محفل لازم تكون تحديات موجودة. فحبينا نستمع إلى تجارب شباب مثلنا في أعمارنا نجحوا وبدوا من الصفر، بدايات متواضعة جدا، اليوم صاروا ما شاء الله ينافسوا عالميا يعني وليس دوليا فقط. صحيح. فهذه كانت رؤية البرنامج بشكل جميل. في نقطة أريدك توضحها لنا أحمد، يعني الحين هذه الوسائل والطرق اللي أنتم اتبعتوها من خلال توصيل الرسائل، بمعنى هل الحين أنتم عندكم يعني حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هذا الحساب أنتم توصلوا رسائلكم، ولا كيف الطريقة بالضبط؟ طبعا احنا بدينا طبعا كنا كفريق في الجامعة، تطورنا الحين حولنا هذا الفريق لمؤسسة ناشئة نعتبر. بدينا كانت بدايتنا الحقيقية الحين في 2019، يعني من شهر تقريبا كانت الانطلاقة هي برنامج مبكرون.
الشيء اللي كنا احنا نريد نوصله للناس انه احنا كنا في خبرات متراكمة معنا من ايام الجامعة، لكن كانت مقتصرة فقط على الحرم الجامعي، يعني ما كانت تتعدى الحرم الجامعي، والحرم الجامعي ما شاء الله غني اليوم بالفعاليات والمناشط وكذا، الحمد لله صار ثقافة الطلبة انه نحو البرامج نحو الفعاليات ثقافة كبيرة يعني، وكان وصار يعني انه يوازنوا بين الجانب الدراسي ولا يستغنوا عن جانب اللي هو البرامج والأنشطة. فطلعنا استقلينا بمؤسسة بسيطة الحين بدينا فيها، نسعى من خلالها أنه نوصل دائما رسائل إيجابية للشباب، هدفنا أنه نكون منصة لهؤلاء الشباب من خلال دعمهم من خلال تحفيزهم من خلال غرس هذه العادات الإيجابية. وكانت انطلاقتنا هي من الفترة الصباحية، يعني هذا الفترة اللي نخبر الشباب رسالة صباحية بسيطة أنه بإمكانكم تبدوا البدايات العظيمة بشيء بسيط. يعني فكرة جميلة ورسالة سامية أيضا، تحاولوا قدر إمكانكم توصلوا أيضا لمختلف شرائح المجتمع، ولكن أعتقد هناك ربما نوع من التحديات والمعوقات أساسا لنجاح هذه الفكرة. الشاب اللي يسهر طول الليل مثلا أو ينام وقت متأخر، كيف من الممكن أنه فعلا يستفيد من هذه الأوقات الصباحية إذا كان طول الليل سهران؟ أعتقد أنه يريد يقضي وقته بيكون في نوم، والبعض أصلا حتى ما ينهض أصلا يصلي الفجر اللي يصليها ربما بشكل متأخر، فكيف تعاملت مع هالمسألة؟ طبعا هو كان بداية البرنامج بداية تحدي، انه كنا لما يعني صنعنا الفكرة وجلسنا نشتغل عليها كان السؤال اللي دائما يتمحور، هل راح يكون في اقبال، هل راح يكون في شباب فعلا واعيين مثقفين بأهمية التبكير او لا. الحمد لله رب العالمين تفاجئنا انه في مشاركات كبيرة، طبعا احنا كنا بس نريد عدد بسيط لكن الحمد لله هذا العدد زاد اكثر. التحدي الثاني هو انه كيف انت تتخلص من العادات السلبية السيئة اللي في حياتك. طبعا دائما اللي يريد يوصل لشيء لازم انه يترك اشياء كانت هو في غنى عنها يعني. فمثلا السهر، انت تسهر مثلا الساعة 2 يمكن تروح عليك صلاة الفجر او انك تلحق عليها وبعدين خلاص طول يومك كسول. ما تقدر يعني حتى ان تأدي في عملك كأبسط شيء. فهي كانت فكرة انه عيش التجربة، خليك اوكي سهر دائما لكن هذا الفترة اللي هي فترة البرنامج خليك معنا وحاول انك تقدم على اساس انك تعيش التجربة. طبعا الاجواء اللي يعني هو في برنامج معين، في دورات، في اوقات زمنية وايش بالضبط؟ ايوه احنا اخترنا على مدة شهر تقريبا يومين كل اسبوع. حددنا الاثنين والاربعاء للشباب اللي حابين يشاركوا معنا. طبعا تحديد هذا الوقت لانه عارفين احنا كشباب مبتدئين في هذا المجال اللي هو مثلا حاب يستغل هذا الوقت صعب انه يكون ملتزم معنا يوميا، فاحنا حطينا لهم فتره شهر يعني يكون معنا يوم الاول في هذا الاسبوع، اليوم الثاني عادي خذ راحه، تعال الاسبوع اللي بعده لين ما نوصل غرس العاده. نعرف أنه مدة شهر هي كافية أنه الواحد يجدد هذه العادات الإيجابية. جميل جميل، نحن شاكرين وجودك اليوم معنا أحمد بن سيف العيسائي رئيس فريق مبكرون. اسم المنصة كذا صحيح؟ لا هي منصة الإبداع. الإبداع يعني منصة الإبداع. جميل يعني ممكن الواحد أنه يشترك معكم في هذا البرنامج؟ طبعا برامجنا الجاية حتى عن طريق الحسابات، حساباتنا اللي موجودة يكتبوا منصة الإبداع أو يكتبوا مبكرون. أيوة على طول يبحثوا بالمسمى العربي اللي هو منصة الإبداع أو كرياتيف بلاتفورم راح يحصلوا باللغة الإنجليزية يعني. جميل جميل شكرا. إذن مشاهدينا نروح إلى فاصل وبعدها راح نتواصل مع فقرتنا الأخيرة. كونوا معنا.